الخير على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. النهارده معادنا مع نجمه شهر اغسطس، نجمه شهر اغسطس على انرجي ونجمه قلوبنا طول السنه، النجمه الوحيده اللي تقريبا منين ما بيتذكر اغنيه ليها الكل بيبتسم ايا كان سنه وايا كان مرحلته العمريه. معانا ومعاكم على انرجي 92.1 الميجا ستار نانسي عجرم، وهزود صوتي اكتر على الراديو بس يعني الانترفيو متصور. مساء الخير. مساء النور. لينا الشرف اننا معاك النهارده وسعداء جدا جدا جدا، وخصوصا اللي اختصتيهم ان هم يكونوا موجودين هنا. وانا اكتر وسعيد كتير بهاللقاء، وبدي احيي كل المستمعين والمشاهدين كمان. في البدايه بنبارك جدا على الالبوم الجديد نانسي 10، وهو 10 على 10 حقيقي. الالبوم فيه نضج فني على كل المستويات، على مستوى التصوير، على مستوى الأغاني. يمكن كنا بنتكلم مع الكرو قبل ما نبدأ، حتى الأغاني اللي يمكن المتلقي المصري كان شوية الأول بيسمعها قليل، دلوقتي بقت أغاني هيد بالنسبة له. فألف مبروك على الألبوم. أول جزء في اللقاء بتاعنا هيبقى جد شوية وهيبقى له علاقة بالألبوم. بدأنا الألبوم ببرومو يخض، كان فيه شوية معاني، ويمكن بعد كده لما اتفرجنا على تصوير الكليبات حسينا بترجمة للمعاني دي مع كل كليب. فاسمحي لي أسرق الحاجات اللي قلتيها في البرومو واسألك عنها. كم مرة جربتي تهرب؟ كم مرة جربت أهرب؟ هلا أهرب، أهرب بأي معنى؟ أهرب على إجري ولا مرة. أوكي. يعني ما هربتش ولا مرة أنا، بس انه اهرب بعقلي وبتفكيري كتير، يعني اهرب بالموسيقى كتير اوقات وعطول. تهربي بالموسيقى بمعنى انك تنفصلي تماما على اللي حولك؟ صح. وتبقي مع الموسيقى. صح، لانه هي الموسيقى مثل ما بقولوا هي لغة العالم، يعني هي لغة عالمية. فلما الانسان بحب، وخاصة اللي بغني، بحب انه ياخذ افكاره لغير مطرح، يهرب من حي الله شيء معين بالحياة مثلا، بيهرب بالموسيقى، إن كان على فرح وإن كان على حزن. صحيح. أنا شخصيا هيك. فالموسيقى هي الهروب تبعي الوحيد. أكيد. كم مرة بعد ما خدت خطوات كويسة حسيت إنك رجعتي تاني على نقطة البداية؟ رجعت للسؤال. كم مرة؟ الكلام ده على فكرة كلامك موجود في البرو. عارف. كم مرة؟ بس أنا قلته غير تفكير، يعني أنت هلأ بتخليني أفكر بيه. لازم بقى، ما احنا يعني كلنا بقى عندنا تأمل، فأنا قلت أطلع التأمل ده بقى على حضرتك. كم مرة بعد ما أخدتي خطوات كويسة حسيتي إنك رجعتي تاني على نقطة البداية؟ بتعرف الحياة فيها up and down دايما. صحيح. فالإنسان دايما بيحس حاله أوقات إنه بيوصل لمراحل يمكن حلوة بحياته، مراحل معينة بينبسط فيها، ناس بتنبسط فيها، بس دايما عندك هيك مطرح كمان بترجع بتعيد النظر بكل شيء. يمكن بترجع بتحس حالك انه لا، انا بعدني بعد في كتير اشياء بدي اقدمها، بعد في كتير اشياء بدي اعملها، بعدني ببداية الطريق. فدايما هيدا التفكير هن بيكملوا بعضهم، يعني لما بحس حاله الواحد قدم شيء حلو دغري من بعده بفترة بحس انه لازم ارجع اقدم، رجعت. يعني هيدا التفكير دايما انا بيرودني. مش حاسة ان نانسي 10 انطلاقة جديدة لنانسي بشكل مختلف؟ بلا أكيد. وكل ألبوم أنا بالنسبة لي، كل عمل بقدمه بحس أنه لازم يكون أحلى من اللي قبله، أفضل من اللي قبله من كل النواحي. فأكيد أنه نحن اشتغلنا 4 سنين على هذا العمل وقدمناه، والحمد لله أنه يعني قدرنا نوصل للجملة اللي حضرتك هلأ قلتها، أنه في تغيير، في تطور، في بالموسيقى، بالمواضيع، بالتوزيع، بكل شيء. فبس. كم مرة ركضتي باللبناني؟ طبعا احنا كم مرة جريتي عندنا. أوكي. كم مرة ركضتي ولقيتي قصص ما بحياتك سمعتيها؟ عطول في اشياء اول مره بسمعها وانا بفتش عليها صراحه، يعني في اشياء انا عندي حشريه دائما اعرف شو اشياء مش سامعه فيها بحياتي، اشياء ولا مره شايفتها بحياتي، بفتش عليها تلاقيها تسمعها او تشوفها. فكتير اوقات. اوكي.
أنهي أغنية بتفكرك بالحب عموما؟ من الألبوم الجديد ولا عموما من شغلك، وإن كان من اختيار آخر أو من أغنياتي يعني أصدق قديم أو جديد قديم أو جديد الأغنية اللي بتلمس مثلا عم بتعلق فيك بتفكرني بالحب. العيون السود بتفكرني بالحب. أوكي شو بعد بدك تعرف؟ أنهي أغنية بتفكرك بفترة طفولتك؟ نقيلي أحلى زهرة، يمكن لأنه هذه الأغنية قدمت فيها على برنامج كنت صغيرة. الألبوم الأول مش حاسة أن في حاجة ممكن تختاري أنك تعمل لها إعادة توزيع أو إعادة تقديم للجمهور، بما أن الألبوم الأول كان شكل مختلف تماما عن نانسي اللي تعرف عليها الجمهور في العالم كله؟ بتعرف لا، لأنه الحياة مراحل وحلوين المراحل يكون ورا بعضهم، يعني حلو تلاحظ أنه في تغيير أنه في تطور وهول كلاسيكياتي يعني أنا بحبهم وما بحب أني غيرهم. بيكونوا على شكلهم بيكونوا على شكلهم أكيد، مش حابة تقدمي حاجة تطلع للجمهور يعني لو بتسألني هلأ بعد 10 سنين إذا بحب غير شيء هلأ بألبوم نانسي 10 رح أقول لك كمان لا، لأنه أوكي. بحبه مثل ما هو هلأ وبعدين لحبه مثل ما هو كان لما بتحبي ترجعي له، انما ما تطوريش فيه. لا اوكي. ايه اكتر اغنيه بتحبيها في حياتك، الاغنيه المفضله اللي وقت ما يكون مودك مش لطيف ترجعي لها على طول؟ صعبين السؤالات. ما فيش اغنيه بحب، اكتر اغنيه بحبها بحياتي كل الاغاني يعني حسب انا باي حاله، حسب انا باي مود، يمكن انا و مبسوطة كتير وإكسايتد في أغاني معينة أنا بسمعهم، أنا وزعلانة في أغاني معينة بسمعهم، أنا ورايقة في أغاني معينة، يعني دايما أنا بتفاعل مع الحياة ومع أحاسيسي ومع شعوري، ودايما في أغاني بتناسب شعور معين ببقى أنا فيه أو حالة معينة ببقى أنا فيها. ما فيش أغنية لو مودك متعكر شوية تفتكريها تغير؟ لا هلا يمكن لو مودي متعكر شوية بالمصري يعني ما سمعش أغاني خالص، ما بعرف، يمكن بنام برجع إنسان. طيب هنتكلم شوية عن رحلة الألبوم. بدأت تحضير في الألبوم من 4 سنين وبدأ بإيه؟ يعني إيه أول أغنية اشتغلتي عليها في الألبوم؟ سلامات. سلامات هي سلامات أغنية سمعتها من زمان واخترتها وعلى هالأساس قررت أنه هالأغنية رح تكون بالألبوم. سمعتها من زمان ونزلتي شغل تاني قبلها؟ آه طبعا. أوكي. نزلت سينجل بعديها يعني، بس أنه سمعتها على أساس هي رح تكون بالألبوم. أوكي. وبلشنا نسمع أغاني وسلامات عاملة صدى هايل هايل هاي الناس كلها دلوقتي سلامات سلامات أنا بحي خلاص بقى. إيه أكتر أغنية اشتغلتي عليها في آخر لحظة؟ مشكلتك الوحيدة هي معقول؟ مشكلتك الوحيدة هي كانت آخر أغنية بختارة. أوكي. من نانسي تان واشتغلنا عليها بسرعة ويعني أغنية دسمة. صح. حبيتها كتير من أول ما سمعتها ودغري اشتغلنا عليها وقررنا أنه بدها تكون بالألبوم. أوكي. طيب الألبوم اسمه نانسي 10 والألبوم نزل يوم 10، هل في أي ذكريات ليكي مع رقم 10 بتتفقلي بيه ولا حصلت مجرد صدفة؟ لا ما هو قبله كان 9 وقبل 9 كان 8. لا ما هم بالأرقام يعني هلأ. أيوة. بعد 10 في 11 9 برضو ده شيء عظيم جدا، احنا بعد الألبوم 31 هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. طيب أخبار نانسي 11 إيه بما إننا خلصنا كلام عن نانسي 10؟ أخبار نانسي 11 أنا من أول ما نزل نانسي 10 أنا بلشت أشتغل على نانسي 11. أوكي. فهيدا أنا مش أنت عارف انه دغري من اول يوم ما بس نزل نانسي 10 بلشت انا افكر عبي نانسي 11 واشتغل عليه وبلشت. أوكي. يعني افكر بهيك بافكار لإله ما بعرف انه بلشنا نحط خطط. ايه شغل الفنان على البوم جديد؟ اكيد طبعا في فريق عمل ناجح ومهم جدا مع حضرتك. صح. بس يعني وانا قاعد دلوقتي البومي نزل عنده صدى عالي على السوشيال ميديا، على اليوتيوب عامل ملايين الفيوز، مفيش لحظة الواحد بيحب ينبسط بنجاحه شوية وياخد راحة؟ هلأ بلا هلأ
بتصدقني إذا قلت لك إنه أنا دي الراحة بتاعتي. يعني أنا لما أفكر بألبوم جديد أو بفكرة جديدة أو بغنية جديدة بحس إنه هيدي المديتيشن تبعي، لأنه أنا عم بعمل شيء أنا بحبه. أنا بالنسبة لي المديتيشن مش إنه روح على الحرش أقعد وأعمل يوغا وما أفكر بشيء. أنا بقول إنه الإنسان بس يعمل شيء بحبه هو بالنسبة له بتكون قمة السعادة عنده. فأنا بحب عندي شغف للفن وللأغاني وللأفكار، وأنا بكون عندي أفكار أوقات بطرحها على التيم تبعي، وحتى هني أوقات كل حدا منهم بكون عنده فكرة منقعد ومنحكي. يعني هذا بالنسبة لي وقت تمين كتير وما في إنسي، يعني كله بيذكرني بي بس ينزل العمل نرجع نتذكر كيف قعدنا وكيف إنه اشتغلنا عليه. نتكلم شوية عن تترات المسلسلات، ويمكن احنا عندنا تترات كتير علشان صوت نانسي وعلشان اشتغلت عليها نانسي بقت معلمة في ذكرياتنا ومحتفظين بيها جدا جدا. اخرهم كان تتر مسلسل سكر زيادة بطولة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والنجمة الكبيرة نادية الجندي، وتتر مسلسل راح. اكيد بيتعرض عليك تترات كتير، وبتختاري التتر على اساس ايه؟ كرو العمل الأغنية. على أساس الأغنية أكيد. أنا أول شيء أصلاً بسمع الأغنية، بيبعتوا لي الأغنية كلام ولحن وتوزيع، بسمع إذا حسيت فيها وحبيتها. بغض النظر عن مين الأبطال، مين أنا قبل ما أعرف مين الأبطال ومين، أكيد بهمني هالموضوع، بس أنه قبل كل شيء أنا بدي غني الأغنية. صح. فإذا أنا ما حسيتها وما حسيت أنه هي أغنية بقدر أنا غنيها، ما في يغنيها. يعني معنى كده إذا عرض على نانسي مسلسل بيقوم ببطولته شباب صغيرين ما فيهمش الأسامي اللامعة البراقة، بس الأغنية تطير العقل، بغنيها أكيد. بتغنيها؟ بغنيها أكيد. ده شيء جميل يا شباب، ده شيء جميل يا شباب. ياريت نسمع بقى كل صناع المسلسلات الجديدة، أعتقد نانسي هتكون داعمة لي. هنتكلم شوية عن الساحة العالمية، ونانسي عجرم مشرفانا على الساحة العالمية بشكل عظيم جدا جدا. لا ده كمان مش قصدي على الجوائز، ومش قصدي على الحفلات اللي دايما بتبقى سولد اوت بسرعة جدا، قصدي على انطباعات النجوم العالميين. بيلي ايليش على سبيل المثال ورأيها اللي قالته في حضرتك أوبرا وينفري. I'm gonna cheer myself up by playing a very special song to me that's in Arabic. I love Nancy Ajram in this song. She has this song and another song called Into Eh. And this song is called Fi Hagat. Nancy Ajram is the Britney Spears of the Middle East. واحنا المنطقة دي كنا محتاجينها جدا كعرب. وفي نفس الوقت احنا مش شايفين ديوهات كتير او بالحجم ده، لان يعني انت موجوده على الساحه العالميه بشكل واضح جدا 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 كمغنيه عربيه، مش كمغنيه لبنانيه، كمغنيه عربيه، بس ما شفناش ديوهات على هذا المستوى غير يمكن مع الشاب خالد اغنيه كاس العالم. فما فيش اي مشروعات او اي توجه لعمل ديوهات مع فنانين عالميين؟ منا فكرة مش موجودة او فكرة مستحيلة، لا. طبعا انطرح كتير افكار، كنا أفكار كنا معها أفكار كنا مش معها، هي تحت دراسة كلها. يعني إذا كان مع فنانين عالميين وعرب حتى، هي فكرة الديو لقلي هو الديو بس يكون بده يتحضر، هو بيركب لحاله يعني، بس إنه بعد ما نحكى مزبوط بفكرة أكيدة لحتى أنا أقدر أحكي عنه. نحكي هيك كتير، بينطرح أفكار، بس بعد ما في شيء درسني وقلنا خلص أكيد هذا رح يكون ديو. لا. ما فيش حد مفضل بالنسبة لك على الساحة العالمية تحبي تسمعين؟ كنت من زمان أقول إنه عبالي أغني مع مايكل جاكسون. الله يرحمه. طبعا كانت فرصة جميلة، بس مع الأسف بقى يعني. وما فيش حد من الحاليين؟ بغض النظر عن بيلي ايليش طبعا مش هرد لها الجميله هلا انا اكيد بنبسط كتير لما يعطوا رايهم بالموسيقى أكيد. يلي بقدمها وبالاغاني وهيك، بس انه مثل كانه انه صار في اكيد اخذ وعطى مع بيلي ايليش، بس بتعرف الظروف اللي مرقنا فيها بالعالم العربي واصلا بالعالم كله مش بس بالعالم العربي. يعني صحيح. هالسنتين
كورونا واللي صار، فاضطرينا انه نبعد كومبليتلي عن الساحه الفنيه وعن الاغاني وعن ديو. البومي انا نانسي تان كان مفروض ينزل هذيك السنه بس اجلناه لانه كان في ظروف الكورونا في العالم كانت صعبه يعني. طيب نانسي عملت حفلات كتير على مستوى العالم وكلها زي ما قلت هي دائما عددها كامل وعلى طول سولد اوت من بدري جدا. ايه اكتر حفله استمتعتي بيها وحسيتي روحها مختلف عن 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 اي حفله استمتعت بيها؟ هلا صحيح انا غنيت بمهرجانات وقفت على مسارح كبيره باوروبا بامريكا بالمغرب بتونس بالاردن بلبنان بمصر بالدول العربيه يعني، بس ما في اقول لك انه اكثر حفله استمتعت فيها. كل حفله عندها كل جمهور عنده رونقه وعنده روح له طابع خاص فيه، وخاصه الجمهور اللي بيتفاعل لانه كثير الفنان بس يكون على المسرح بيبقى كثير متلبك وخايف حتى الان. يمكن هيدا شيء ما الجمهور ما بيعرفه او ما بيحسه بس بيبقى كثير في خوف، ولما الفنان بيلاقي تفاعل من قبل الجمهور كثير بيستمتع بيصير يحب يغني اكثر، بيصير ما بده ينزل عن المسرح، بيصير في اخذ وعطى مع هالجمهور. ده ممكن يحصل انك تمدي في وقت حفله علشان انبسطتي بالجمهور؟ كثير صايره، اكيد صايره، اكيد بمد بحفلات اوقات بقصر بحفلات لا مش نمو تقيل بس انه بيبقى في 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 حفلات بتبقى سيريس هيك جديه يعني اكثر من غيرها. سبتاوي الجمهور السبتاوي ده اللي ما بيضحكش طبعا مسرحيه يعني كوميدي جمهور يوم السبت في المسرح عاده بيقولوا انه بيبقى جمهور ما بيضحكش فين في المسرح في العروض المسرحيه فهل قبلك جمهور رزين قوي كده؟ بس بكون صريحه معه دغري يعني بقول لهم مثلا انه خلينا نتفاعل شوي، انه خلينا ليش ما عم بتزقفوا ليش ما بيصيروا بيتفاعلوا معي. طيب هل في موقف غريب حصل؟ بحاول اريح نفسي يعني. هل في اي موقف غريب حصل لك في اي حفله عالميه فاكره؟ في مواقف ايه كتير. مره بمهرجان جرش بالاردن في فان من الفانز حدا مهووس هيك بيحبني كتير عربش على شي محل ورا المسرح وكب حاله على المسرح نط الحمد لله انه ما اجى علي يعني اجى حد دغري بس هو يعني ما بعرف اذا هيدا شيء حلو او شيء مش حلو بس انه وقتها كسر اجره او فكش اجره بس ليكون حد ويتصور معي فحرام ما يعرفش اللي احنا فيه. احنا هنتصور مع نانسي النهارده عشان بس يعني ها انا بس انتوا متاكدين ان احنا بنصور ها ايوه الله يخليك. طيب خلينا ننقل على السوشيال ميديا وانت من يعني ملكه السوشيال ميديا على المستوى احنا قربنا من 40 مليون على انستغرام ومتابعه هايله على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا بكل جوانب. خليني اشوف كده اخبار السوشيال ميديا معاكي. مين اكتر حد بتتابعيه على انستغرام عادة؟ انا هلا عندي انا فولوينج كتير ناس اللي هن انا فولوينج ذم، بس انا عادة بحب تابع كتير الاكل بصراحة اكتر شيء يعني. انا اذا بتشوف السيرش عندي على انستغرام بتشوف انه عطول ريسيبيز وعطول انه فود كل شيء اكل لانه كتير بحب وبيلفتني هيك البرزنتيشن بتنفذي بقى ولا لا بنفذ اكيد بنفذ ايه لسه حضرتك بشتهي اشياء كتير ايه اكتر قالك لا يا نانسي بتعمليها؟ قلتي قهوه. ايه قلت قهوه كنت عم بتسائل كنت عم بتسائل انه قهوه لانه كتير هينه. طيب ايه اكتر ابلكيشن بتستخدميه؟ واتساب. واتساب واتساب بتسجلي فويس نوتس؟ طبعا. بتجري الفويس نوتس لما بتجيلك؟ شو يعني بتجري؟ في خاصية دلوقتي انك تجري الفويس نوت. ايه بجري ده؟ بجري بس اوقات بفهم على الشخص حسب اذا هو بيحكي بسرعة او لا. اذا بيحكي بسرعة ما بجريش لانه بصير ما بفهمش حاجة. بس بتعرف لما ما بعرف اذا انت ملاحظ لما بتجري الصوت على الواتساب بتحس انه الشخص اللي عم يحكيك مبسوط فرحان بتحس عنده انرجي عنده بوزيتيف انرجي لانه برجع اذا بس حطها على الوان عادي بلاقيه عم يحكي ايه ليك شو بدك تعملي بحسه لا بحسه نايم ما عنده انرجي.
يعني انتي بتحاولي تضيفي حالة بهجة على اللي بيعات لك فويس نوت فبتجري. والله شيء جميل. ايه اكتر حاجة بتضايق في السوشيال ميديا؟ بتضايقني انه ما في خصوصية. ما في برايفسي يعني. والسوشيال ميديا هي بحد ذاتها يعني سيف ذو حدين, فيها الحلو فيها المش حلو. يعني هي هيك مثل النار يعني, فيها تحرقك فيها تدفيك. فانا دائما بقول انه يعني مثل كانك عم تسالني عن مثلا عن الاكل مثلا, انه هلا السوشيال ميديا شئنا او ابينا صارت جزء كبير من حياتنا. صحيح. وما فينا نعيش بلاها, وخاصه نحن انه بالدومين تبعنا بدنا نخبر كل شيء للناس, كل عمل بنقدمه بده يكون على السوشيال ميديا. اللي بيزعجني انه ما في برايفسي, وانه اوقات يمكن في ناس منهم مؤهلين انه مثلا يعطوا رايهم على السوشيال ميديا. بتلاقي كمان بيصيروا بيجيبوا اخبار من هون ومن هون, واخبار غلط منا صحيحه بحطوها على السوشيال ميديا, وللاسف انه الناس بتصدق, وبصير هون الاسئله بتروح القصص شوي شخصيه, بتروح بينفقد هيك من قيمه ما بعرف المواضيع او الاحاديث. صحيح. بتتاخد وجهه نظر مش صح عن الفنان وعن المواقف اللي الناس بتطرحها وما تكونش صحيحه. صح. وحتى اذا بدك تسالني مثلا لاولادنا, مثلا انا لقيت انه السوشيال ميديا للولاد لازم ينحط لها حدود. صحيح. لانه حسيت انا يعني من خبرتي مع اولادي حسيت انه اثرت كتير على تركيزهم. ده حقيقي. وبعدين بياخدوا الموبايل ويفضلوا عليه سكرولين كل الوقت. صحيح. ليشوفوا بضيع الوقت, بضيع ساعتين ثلاثة وما بيحسوا. بتعملي حاجات عشان خاطرهم على السوشيال ميديا؟ تيك توك على سبيل المثال, تيك توك عملته عشان خاطرهم لأنه طلبوا مني كتير. وعلى فكرة أنا صورت فيديو قبل حفلة تيك توك, وهذا كان حقيقي. هيدا يعني الفكرة أخذتها. هيدا حقيقة صار معي إنه مامي يفتحي تيك توك. طريقة الزن المصري اللي كانوا بيعملوها دي. الزن. ومرتاحة بقى ولا بتعمليها عشان خاطر لسه مكملة عشان خاطر هو؟ لا, لقيتها يعني لقيت إنه تيك توك عنده جمهور خاص لإله. وهيك أشياء مهضومة يعني عم بيقدموها, حسيتها حلوة. هلا أنا مش كتير بستخدم تيك توك, بس في اشياء معينة انا بصورها لا تيك توك تنزل على تيك توك بس. صحيح. من وجهة نظرك كمان يعني, بأدائك بأسلوبك بشخصيتك. اكيد من وجهة نظري اكيد. صحيح. لا, في اشياء بعملها وفي اشياء لا اكيد. طب ايه اكتر ابليكيشن نفسك ما يكونش موجود؟ كل ابليكيشن بيوصلني منه نوتيفيكيشن اخبار مش حلوة. أوكي. يا ريتها مش موجودة. يبقى في فلتريشن على الاخبار يعني, ممكن تحطي فلتر كده يرمي الاخبار الوحشه. يا ريت. ده شيء جميل والله, يا ريت تكون موجوده. طب في ابلكيشن نفسك يخترعوه ولا هو الفلتر بتاع الاخبار ده؟ يخترعوا ابلكيشن يعني مثلا انا بفتش على الاكل اكثر شيء. أوكي. بحب انه نخترع ابلكيشن مثلا اللي البلا هيك اللي بحسه بشهي, وهيك اكبس كبسه يجيني. يعني يجي البلا هيك مثل ما هو مع مع, مع مع شكله وذوقه. طيب خلصنا الحاجات. شو قلت لحظه؟ مصباح علاء الدين. ايوه تدعك الابلكيشن. ايه يعني. ومبعت ايوه حن بنهرج. يعني اتمنى ان انت تتقبلي هذا الموضوع. سوبر نانسي ده اسم الفقره. ايه اصعب وأطول فترة دايت عملتيها عشان تصوير معين؟ ما بعملش دايت بحياتي والله. والله ما عملتش دايت. بعمل رياضة بس ما بعملش دايت. يعني ما تاكل أي حاجة في أي وقت وبالليل وقبل ما تنامي والصبح تمام؟ بنتبه أنا مع حالي يعني, بعمل توازن. أوكي. بس إنه ولا مرة لحقت دايت لدعاية أو لتصوير. على هالحالة بتضل أعمل دايت كل حياتي لأنه التصوير ما بيخلص يعني. ما بتعمليش دايت خالص؟ لا ما بعمل دايت, بس انه بتحرك بعمل رياضة. طيب ايه اكتر اغنية في ألبوم سجلتيها وان تيك وحسيت ان هو ده وكل الناس قالت هو ده مش محتاجين نعيد؟ وان تيك مفيش ولا اغنية وان تيك. وان تيك مفيش ولا اغنية. أوكي. وما بعتقد حدا كمان انه بيقدر يقتنع بغنية وان تيك. دايما عنا حشرية انه بركي عملت احلى,
انه بدي عيدها بركي بيطلع معي احلى بركي بيطلع معي. هلا في اغاني اكيد بياخذوا وقت اكثر من غيرهم, بس انه وان تيك وان تيك لا ولا مره. طب ايه اكتر اغنيه قرفتها خفيفه بالمصري يعني كانت خفيف ما حسيتيش انك عملتيها اتعمل بسرعه قوي؟ كتير اخصمك واهو نص و... يا طبطب وما تيجي هنا كل اللي نجح وانا جايه معاك, في كتير اغاني اوكي مصريه هيك وغير مصريه يعني عموما وغير مصريه. اوكي عاده نحن بس نقي اغاني بنسمع الغنيه من اول مره بتفوت على قلبنا. هي يعني الاغنيه اللي دغري بتشدنا هي الاغنيه اللي بنختارها تكون بالالبوم. طب ايه اكتر حاجه بتخافي منها في العموم بس اضطريتي تعمليها علشان تصوير كليب؟ كل شيء عالي. أوكي. يعني مثلا الكليب بتفكر في ايه كنت على العالي, حطوني على محل عالي على على السطح واضطريت اطلع على السلم لحتى اوصل على السطح. بس تشوفني هيك بشكليب انا طايره عرف انه انا عم ضحي انه انا عم ضحي يعني كرم الكليب. طيب الفقرة التانية اسمها يا طبطب التانية ولا الرقم 10؟ لا بداية الفقرة التانية في التهريج يعني خلاص خلصنا الجد ده في التهريج بقى. طيب. اسمها يا طبطب يا دلع دي عن البنات. مين أكتر واحدة فيهم عندها ميول فنية؟ إلا لهلأ إلا التانية. أوكي اكتشفتي يعني اكتشفتي بسبب حاجة معينة بسبب وجودها على السوشيال ميديا مثلا أو هي بتحب تطرح عليها مواهبك؟ بتحب أول شيء فن الطبخ وبتحب تغني أجنبي بتغني. أوكي. بتحب الموسيقى بترسم كتير حلو بتلون كتير حلو عندها حس فني. ومين أكتر واحدة بتتعبك عشان عنيدة؟ ليا الصغيرة عنيدة جدا. لا لا. لا لا وما فيش أي مناقشة. ما فيش أي أبدا. أوكي مين أكتر واحدة هادية بقى فيهم ومريحة؟ خلينا على هادية لأنه أوقات الهادي مش مريح. خلينا هادية. لا بس حبيبتي لا هي ميلة بس إنه هادية بس قصدي إخواتها كمان مريحين. أوكي. وهي مريحة بس إنه هي هادية. أوكي. هي هادية هي ميلة هادية. مين أكتر واحدة بتنام كتير؟ ميلة كمان أكتر يبقى ميلة. عشان كده هادية بتاخد فترتها في النوم فبترتاح أكتر. وأكتر واحدة بتعمل دوشة في البيت؟ ليا الصغيرة وقلة شوي كمان. أوكي اللي جاي اختبار الأم المصرية واللي جاي عادات مصرية صميمة. الأم المصرية؟ دي حاجات أمهاتنا كانوا بيعملوهم فينا في البيوت فأنا هطرحها عليك وقولي لي إيه اللي ممكن يعني هل ردود الأفعال دي فعلا بتعملي زيها ولا لا؟ أوكي أوكي تنشوف. هل لو كنتي عند ضيوف وحد من البنات قال لك مامي عايزة حاجة بتبرقي له؟ حسب الحاجة هي ايه؟ لو يعني طلبت حاجة مستحيلة اكيد ببرق لها. أوكي. لا اكيد. اوكي. بس يعني على حسب الحاجة, اذا حاجة بسيطة بتمرق, اذا حاجة فوق البسيطة بشوي ببرق دغري. اوكي. هل نانسي لما حمل البيت بيزيد وتبقى على اخرها؟ لما حمل البيت بيزيد ضغط بيزيد في البيت وتحسي فيه دوشة في البيت والولاد بتعمل شقاوة بتقول لهم انا هسيب لكم البيت وامشي؟ كتير. مش بس الأم المصرية, اللبنانية والعربية والمصر كلنا. لما بيبقى في أكلة مفيدة بناتك مش بيحبوها بيأكلوها؟ والله ايه أكيد بجبرهم يأكلوها خاصة إذا بتفيدهم. يعني هو في قوانين يعني الأم لازم تلحقهم في هالأكلة, ما في غيرها. أوكي. بس تجوع بتاكلوا منها. طيب هل لما البنات بيسألوك على حاجة معينة مش لاقيينها بتقولي لهم لو قمت وجبتها لك؟ طب لو قمت وجبتها لك دلوقتي؟ كده لو قمت وجبتها لك دلوقتي وبتلاقيها فعلا؟ اكيد. بتعرفوا ازاي بقى تعملوا ده؟ سوري بقى ده ملوش دعوه بالسكه. ازاي الام تعرف اماكن الحاجات وهي ضايعه حقيقي؟ عشان هي ست البيت. عشان الام هي كل حاجه في البيت, وعشان الام هي ام الدنيا يعني هي كل شيء بالبيت. يا سلام ماشي
طيب هل عشان تخلي عيالك يذاكروا او ولادك بناتك يذاكروا ويجيبوا درجات عاليه بتوعديهم بحاجه؟ يعني مثلا كانوا زمان يقولوا لنا هجيب لك عجله لما تنجح، ما جاتش لغايه دلوقتي وانا يعني والدي توفى ما جابهاش. بتوعديهم بحاجات معينه؟ بوعدهم ايه باشياء هن بيكونوا حابينهم يعني وبس. لا بوفي بوعدي عشان يوفوا بوعدهم هن كمان. وبتوفي بوعدك ايا كان الطموحات؟ لا ما انا ما بخليهم يطلبوا ايا كان، يعني انا بعمل قبل الشرط معهم انه في عندكم حدود، لا في عندكم طلبات لهالحدود، واذا بتجيبوا علامات عاليه ولا اذا بتدرسوا ولا يعني تربيه، بتعرف تربيه. اوكي واضح ان نانسي ام شديده مش اي حاجه. ايه طيب شديده وماني كتير اوبن مايندد على فكره، يعني ماني يعني انا كتير مع تربيه اهلنا يعني لانه شوي عم بكتشف انه هيك شوي عم بكتشف انه ما لازم كتير انه عن تجربة هيك نرخي كتير للولاد. أوكي. شوية قساوة من وقت للتاني شوي اكيد مهم. بالحكي وبالحوار وبالقصاص يعني مش اكيد مش بشي تاني. صحيح. بس انه هيك التربية انا برأيي لازم تكون. اتمنى بقى ان الامهات اللي بيسمعونا نانسي عجرم اهي يعني ما مش عايز اجيب لكم ارقى من كده ازاي، فيعني مهم جدا جدا التوجيه والشدة في بعض الأحيان. آخر سؤال له علاقة باختبار الأم المصرية، لما بناتك بيأكلوا حاجة، إحنا عندنا مثل كده إن خلص طبقك لأن الطبق ده الأكل ده هيجري وراك يوم القيامة، بتستخدم الموضوع ده؟ يتخيل أنت بني آدم ماشي وراس بقى محشي بيجري ورز بيجري وحاجة كده. لا هلا بتعرف ما بحب أخصب كتير، بس إنه إيه لما أحس إنه ما أكلوا منيح بقول يعني بعرض انه خلص صحنك ما بعد فيه لقمتين مثلا كليون. اوكي انه لما بحس انه هيدي الاكله مفيده اكيد ما يعني اذا عم ياكلوا فرايز لا بفضل انه يوقفوا من زمان. بس انه اذا عم ياكلوا اكله مفيده بلا بحب انه يكملوا صحنهم على قد ما بقدر، يعني ما اني كثير هال انه المثاليه بلو القصص، بس انه على قد ما بقدر. اوكي ايه بكملوا، اوقات بيطلبوا مني بيقولوا لي معلي بس ما بقى فينا. خلاص جبنا اخرنا. لو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ الله ده اسم اللي جاي دي اختبار في أنا مش عارف بصراحة هتجاوبي إزاي. ليه؟ هقول لك، ما أنا مش هبين أكتر من كده، هسأل سؤال وجاوبي على طول. ميدان لبنان موجود في أنهي منطقة؟ ميدان لبنان بعرفها دقيقة. مصر الجديدة؟ المهندسين. ايه المهندسين مظبوط. طب قول لنا خمس محافظات مصريه. القاهره. اوكي. اسكندريه. ماشي. الشرقيه. ماشي. المنصوره. ماشي. شو هيدي ماشي ما عجبتني الرابعه. لا ماشي صح يعني. أوكي. السويس. السويس صح. ماشي. طيب عايز سقفه. سقفه يا اولاد. عارفه كوبري قصر النيل عليه كم اسد؟ اثنين. لا أربعة يا ولد. من كل جهه من كل جهه اثنين من كل جهه اثنين صح. والله هو من كل جهه اثنين فعلا صح. تاكسي اسكندريه لونه ايه؟ اوه اصفر واسود. لا بقى انت ده ايه؟ لا مش اصفر واسود؟ صح ايوه. تعرفي ايه هو ده بتهزر مع مين؟ لا انا اصلي ما ب ب ب ب ب يعني استغرب بصراحه انا قلت اللي بعده اللي بعده. طب تعرفي ايه هو السكالانس؟ شو السكالانس؟ اه لحظه سامعه في دي اكله دي اكله. اوكي اكله حلقه عسل مع شي ساندويش. هو ساندويش. ايوه صح ساندويش. بتدوا ساندويش. ايه ده انا جايبكم معايا عشان تغشوا انتوا حاجه حلويات يعني عسل مع حلاوه. مع مربى. انا ما اعرفش ازاي مع مربى. اوكي يعني انا سامعه فيه كتير بس انه شارع بيروت فين؟ لا هيدا ما بعرف. شارع بيروت يعني الحاجه الوحيده اللي فيها لبنان مش عارفة كل حاجات مصر. شارع بيروت ما اعرفش الاجابه الاول. انا عايزه استعانه بصديق مصري. عايزه صديق. والله انا بحاول اساعدك. مصر الجديدة. ما قلت لك مصر الجديدة. ما كانش الإجابة دي. خلطتك بين أول سؤال. ماليش دعوة بقى. بس أنا كده أخذت 4-5. مصري وأبويا مصري يعني والأغاني تثبت والجغرافيا تثبت كمان. أسئلة الصيف.
الأكلة الرسمية للصيف عندنا احنا الجبنة والبطيخ. أوكي؟ وإحنا كمان دي أكلة الصيف المفضلة ليكي؟ نحنا بناكل كتير جبنة وبطيخ بالصيف. ماليش دعوة بإحنا، جبنة فتة وبطيخ. فتة؟ فتة تشيلي. جبنة فتة أوكي، بس هو النطق مختلف من نانسي ليا بيختلف. أكتر ألبوم بيفكرك بالصيف إيه؟ نانسي تان. لأنه تصور أنه كل الليريك فيديوز تصوروا بالصيف وعلى البحر وبالشمس وبالسيارة أوكي. أكتر مكان بتحبي نزل بالصيف يعني. صحيح. أكتر مكان بتحبي تقضي فيه الصيف؟ الجبل. جبل لبنان؟ الجو بيبقى حلو فوق الجبل ولا درجة الحرارة؟ بيبقى حلو كتير. يعني بيبقى حلو ازاي؟ يعني بالنهار بأيام الشوب مش كتير شوب. أوكي. وهيك بالليل في هيك برود بتعوز جاكيت رقيقة، بس هيك بتحس حالك فريش يعني. فاكرة مصيف حدق وانت صغيرة وانت طفلة؟ اكيد. نحنا كنا نصيف بمنطقة بالجبل اسمها وطا الجوز. وطا الجوز الجوز. اوكي. ده مكان شكله ايه؟ ده جبل يعني برضو. هيك منطقة صغيرة حلوة فيها بيوت قديمة، جبل يعني، وطقسة حلو. كان عنا هيك كان جوه حلو. كانت طفولة حلوة يعني. كنا هيك نجتمع كلنا، مش بس العائلة، العائلة والجيران كل هي اللي حوالينا، نجتمع بالليل هيك كلنا يعني ولاد وأهلهم. أوكي. بتحبي تاكلي آيس كريم بطعم إيه؟ شوكولا. بطعم الشوكولا بس؟ بتحبيش أي نوع من أنواع الفواكه؟ بحب المانجا. أوكي. المانجا المصري. المانجا المصري. المانجا المصري فعلا صوت يعني طعمها بحب مختلف. هذا الصغير الصغير اسمه فص. فص بحب. وبالمانجا الفص أحب أقول لكم إن الانترفيو خلص. كمان سقفة. أنا بشكر حضرتك على الوقت الجميل ده، وبنقلك حب ملايين المصريين. وأنا كمان من كبير لصغير الناس كلها بتحبك. صحيح نجمة شهر أغسطس، لكن نجمة قلوبنا طول السنة. وكل التوفيق وكل التقدم من وقت لوقت ومن أغنية لأغنية ومن قلب لقلب. شكرا كتير 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 لألك وعلى الأسئلة الغير اعتيادية وعلى ذوقك، وشكرا للمستمعين وللمشاهدين. وأنا كتير سعيدة بهاللقاء، وشكراً أنرجي أف أم. وإن شاء الله دايماً بالتقدم والنجاح والاستمرارية، وبيكون لنا لقاء قريب كمان إن شاء الله. بشكر نجمة الكبيرة نانسي عجرم على اللقاء الجميل ده، وحابب أشكر من إدارة أنرجي مديرتي عايدة سعودي على إتاحة فرصة إجرائي اللقاء مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم، وحابب أشكر إناس سلامة الشواف على يعني جودة التنسيق، وإنها يعني قدرت تاخد لنا المعاد المهم ده من النجمة الكبيرة نانسي عجرم. وحابب أشكر ميسيو جيجي لامارا على مجهوداته في إخراج الحلقة دي للنور. الحلقة من إعداد من زكي صلاح زكي، ومدير قسم الكونتنت خالد بسيوني. عايز أشكر من قسم السوشيال ميديا مصطفى فتحي مدير القسم، ومنعم وبلال وميدو وهيثم ورائد شكري. والحلقة هندسة صوتية جهاد أشرف وإخراج مصطفى منير. وعايز أشكر من القسم الإداري الأستاذة رشا عبدالله وعمر عادل، وبشكر كل اللي ساعدونا أننا نطلع الحلقة بالجمال ده. وشكرا ليكم، كان معكم صبري زكي، والسلام عليكم.